شي واحد. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، ونحن نتواجد بساحة بني مكادة أحد الأحياء الشعبية الموبوءة. حيث توجد مدرعات تابعة للقوات المسلحة الملكية التي حلت بمدينة طنجة، وفي أول خروج لها بشوارع المدينة خاصة بالأحياء الشعبية كحومة شوك وبني مكادة، مجموعة من الأحياء الشعبية التي توجد فيها بؤر. وفي إطار الاحترازات الوقائية التي اتخذتها سلطات ولاية طنجة للحد من انتشار فيروس كورونا، حلت بمدينة طنجة هذه المدرعات التابعة للقوات المسلحة الملكية هنا في ساحة السفينات ببني مكادة. ثلاث مدرعات توجد هنا في ساحة تافيلات بحي بني مكادة الذي يعتبر من أكبر الأحياء الشعبية بمدينة طنجة. إذن أول خروج للمدرعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية التي حلت بمدينة طنجة منذ يومين. في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها سلطات قصد التصدي لانتشار فيروس كورونا للأحياء الشعبية. مش عارف. لا نذكر أن حي بني مكادة من أكبر الأحياء الشعبية بمدينة طنجة. والذي تم إعادة الحجر إليه إلى حدود الساعة 8 مساء بعد انتشار الوباء بشكل مخيف بمدينة البوغاز.
لأول مرة مشاهدينا الكرام خروج مدرعات تابعة للقوات المسلحة الملكية للأحياء المروعة من حيبان مكادة الشعبي. هكذا تبدو الأحياء مشاهدينا الكرام هنا في دار مكادة بعد انتشار مدرعات تابعة للقوات المسلحة الملكية. إذن تم نشر مشاهدينا الكرام ثلاث مدرعات في كل الأحياء الشعبية الموبوءة منها حومة الشوت وكذلك حي المس الخير. Bye.
كمشاهدينا الكرام انتم معنا مباشرة من طنجة في هذا المباشر من ساحة تافيلانت في حي بني مكادة الشعبي من أكبر الأحياء الشعبية بمدينة البوغاز. تتابعون معنا عملية انتشار مدرعات تابعة لوحدات القوات المسلحة الملكية في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات طنجة من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا بعد تسجيل ارتفاع صاروخي في عدد المصابين بكورونا بمدينة طنجة، وكذلك تصدي طنجة لحالات الوفيات. إذن استنفار أمني بمنطقة بني مكادة بعد انتشار وحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية بساحة تافيلانت. مشاهدينا الكرام انتم معنا مباشرة من طنجة في هذا المباشر من حي بني مكادة وبالضبط بساحة تافيلانت. انتشار وحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية مدرعات عسكرية بعد ان حلت بمدينة البوغاز خلال الايام الماضية، كان أول خروج لهذه المدرعات للأحياء الموبوءة. I'm gonna go to the hospital.
ثم على مشاهدينا الكرام مباشرة من ساحة سفينة ببني مكادة عملية انتشار مدرعات